السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد مجددا بلقياكم في الراديو. نتمنى تكونوا بخير ديال القصه. قراها عاود قراها عاود قراها الحاجه اللي ما فهمتيهاش سول نتاعك حشمتي ما تسولش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد مجددا بلقياكم في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال إن شاء الله. مرحبا بجميع متابعي قناة بروف كريم طب فرنسي، تلاميذ السنة الأولى بكالوريا مع التلاميذ ديال الجذوع المشتركة. نتمنى لكم إن شاء الله بداية دورة ثانية موفقة. كيف قلت لكم ديجا في ستاتيو، الدورة الثانية هي فرصة ثانية. بالنسبة للناس اللي كتشوف لاشي الأول مرة، ما تنساش أنها تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلها منا أي جديد إن شاء الله تعالى. هاد الفيديو هذا موجه للتلاميذ ديال الجذوع المشتركه. الدوره الثانيه غتبداو بلا نوفيل فونتاستيك. لا نوفيل فونتاستيك اللي غنديروا في لاشين هي لو شوفاليي دوبل. غادي نحط لكم ان شاء الله جميع الفيديوهات اللي غادي تحتاجوها باش تفهموا هاد الكتاب هذا، وبيان سور غادي نختموا هاد الفيديوهات هادي بفروض. ان شاء الله غنحط لكم حوالي 5 فروض او 6 ديال الفروض كيف ما درنا في اوشون. بالنسبه للتلاميذ اللي كيقولوا لي عافاك استاذ خدم معنا لو شوفاليي دوبل كيف ما خدمتي معنا اوشون، دونك هنا نكونوا هانيين. نفس المنهجيه باش خدمنا اوشون هي باش غنخدموا لو شوفاليي دوبل. اللي عنده فيكم اي طلب او اي تساؤل يحط لي الطلبات والتساؤلات في لي كومونتير. فوالا، دونك باش ما نطولش عليكم خليكم تشوفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الجذوع المشتركة. سعيد مجددا بلقياكم فيديو جديد في لانوفيل فونتاستيك انتيتولي لو شوفاليي دوبل. دونك اخر مرة حطيت لكم اسئلة واجوبة، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا بزاف هاد الاسئلة والاجوبة. بالنسبة للطلبات ديال لابرودكسيون اكريت ان شاء الله قريبا غنحاول نحط لكم فيديو فيه كيفاش نقاد واحد اللوغيسي فونتاستيك. بالنسبة للاغلبية ديال لي بروف على ما اعتقد راه غادي يعطيوكم لو تيكست، وفي هذه الحاله هذه راني حاط لكم فيديو كيفاش نقاد واحد لو تيكست ارغومونطاتيف. وكاينين نماذج كثيره ديال السيزيام اللي غتستافدوا منها بزاف. دونك انا يبقى لي غير فيديو نحطو لكم ديال كيفاش نقاد واحد ليستوار فونتاستيك. فوالا، فهاد لا فيديو هادي وصلنا للمقطع رقم 3 فيما يخص التحليل والغيزومي، دونك اناليز والغيزومي ديال لا نوفيل. المقطع رقم 3 كيبدا من دونك لو ديبي ديالو من Olive, le fils brun, ok, salif, voilà, s'il pouvait le rencontrer. Donc, هنا آخر مقطع حطينا. دونك حطينا المقطع الأول في la situation initiale زائد l'élément perturbateur. المقطع الثاني اللي حطيت لكم هي la première péripétie اللي متعلقة بلا نيسونس ديال أوليف. والمقطع الثالث هو هذا واللي فيه العلاقات ديال أوليف مع لي فام. يعني أوليف كشاب غادي يفشل أنه يتزوج مع بزاف ديال العيالات نظرا للكاركتير ديالو اللي هو دوبل اللي هو فيرساتيل. فوالا، دونك اول حاجه غنبداو بها هي دونك انا كيف ما كتعرفوا وصلنا دابا لا دوزيام بيريبيسي، وبهذا غتبقى لنا لا ترويزيام بيريبيسي ولا سوليسيون و لا سيتوياسيون فينال. البيريبيسي الثانيه في لا نوفيل هي علاقات اوليف مع العيالات مع لي فام. فوالا، سيتوياسيون دو باساج، اخر حدث هو ابري لا مور دي بارون دوليف كي امانو لاج دو 20 اون. دونك اوليف ماتوا والديه، غادي نعرفوا انطلاقا من فهاد لا بيريبي في الاخر بيريبيسي شفناها غادي يموتوا، وهو بالتالي غتولي عنده 20 اون، عنده 20 عام صافي. الي دوفنو جون عن طريق لي ليبس ناراتيف، يعني تقنيه بحال التسريع الوتيره ديال الحكي. دونك هذا هو الحدث اللي قبل. دون سو باساج لو ناراتور نو بارل دو لا جونيس دوليف. هذا الباساج هذا الكاتب كيهضر لينا، الراوي تيهضر لينا على الشباب ديال اوليف. الفي افيك سون نيكوي، يعني فاش مات والديه ولا عايش غير مع المعلم ديال الفروسيه ديالو اللي هو ديتريش. غراس ليليبس، ليليبس هي واحد التقنيه من تقنيات السرد فاش كنسرعوا الاحداث بحال قلتي بعد مرور 20 سنه باش ندوزو الفيلم فيت. كنقول لك بعد مرور 15 سنه، بعد مرور سكلاغ
Donc, on a l'auteur évoque directement la jeunesse de l'héros. Donc, on a le كاتب غادي يذكر direct la jeunesse ديال le héros. Voilà, qui va, يعني غينتقل من الطفولة ديالو لا jeunesse ديالو, qui va subir, هنا غنحيدو هادي, les conséquences de sa dualité. يعني غادي يتعرض للنتائج, يعني كانت النتائج ديال داك لودوب اللي عايش فيه. Son écuyer, يعني الفارس ديالو, عفوا معلم الفروسية ديالو, ne veut pas qu'on lui sorte pour voir sa bien-aimée. قال لي ما تخرجش باش تشوف المحبوبه ديالك اللي هي بغيندا ا كوز دو لا نيج, لانه كانت ثلج كثير. مي اي لي تي فور اي انسيستي ا سورتير. دونك اون ليف غادي يتحدى العراقيل, غادي يتحدى الطبيعه, وغادي يخرج باش يشوف واحد المحبوبه ديالو, واحد لا فيونسي اللي هي بغيندا. فوالا ريزومي لو رابور دو ايرو افيك لي فام. دونك هنا الريزومي ديال لو تيكست. دونك عنوان يعني العلاقه ديال اوليف مع العيالات. اوليف امانو ان فيزيك شارمون. قالك اوليف يعني ولا عنده واحد الجسد اللي هو جذاب. سي تان نوم سي كي تان فيديل, يعني واحد الشاب اللي هو مثير, اللي يعني كيجيب يعني كيعجب لي فام. اي كي تان فيديل ولكن غير وفي. الا ايل ديليس اون فام بور تونتي اون اوتر. كيخلي واحد المراه كيمشي عند مراه اخرى نظرا للكاركتير ديالو فيرساتيل. Son comportement excentrique voilà, s'explique par sa double ascendance. يعني ديك الأنانية ديالو, voilà, الأنانية ديالو كتشرح بأنه يعني كنردوها للكاركتير ديالو اللي فيه دو زيتوال فيرت اي روج. نيسو اون دوبل ايتوال لا روج اي لا فيرت. Voilà, Oluf est versatile, tantôt joyeux, euphorique, tantôt triste et malheureux. Mra malheureux, mra joyeux. Femme aimée par Oluf n'est autre que sa victime, car elle se voit délaissée, abandonnée à la première occasion. Voilà. يعني أي مرأة كيبغيها أوليف يعني كتولي ديما فيكتيم, لأنه ديما كيتخلى عليها, حتى هما كيخليه نظرا للكاركتير ديالو فيرساتيل. Lo tragique de la situation vient du fait que le corps d'Oluf est un terrain refoulé par deux lutteurs. يعني فين كتجلى التراجيديا هنا ديال هاد يعني العلاقات ديالو مع لي فام, هو انه يعني هو ماشي مسؤول على داكشي, لان القلب ديالو بحال قلتي كيضاربين عليه جوج, يعني لي طوال فيرت ولي طوال روج. تيغاي اونتر لو بيان اي لو مال, يعني مجبد تيغاي يعني بين لي طوال فيرت وبين لي طوال روج, الخير والشر. أوليف نو سيس ديتر كوبابل دان بيشي مورتي لا نيسيتي دو فانكر دوبل. فوالا دونك هنا اوليف كيحس براسو انه هو المذنب على هذا الشيء هذا, وبالتالي خاصو بالزربه يتخلص من لو دوبل ديالو. فوالا بريندا اون جون شاتلين. بريندا واحد لا جون فينا, غتحط ليه واحد هي اللي غادي يشوفو, هي اللي غيتزوج بها بطبيعه الحال في الاخر, وتحط ليه واحد لا كونديسيون, واحد الشرط في الزواج بوغ اكسبتي سون مارياج, اسافوار سو ديباراسي دو سون دوبل. تقول ليه لح الا تخلصتي من لو دوبل ديالك انا مستعده اني نتزوجك. اناليز. Le genre littéraire, c'est une nouvelle fantastique. Étape du schéma narratif, les péripéties, la deuxième péripétie. Type de texte narratif descriptif. Cadre spatial, يعني le lieu, le château, عندنا la forêt, عندنا le château de Brenda. Personnage présent, Oluf, Dietrich, Brenda. Dietrich, هو معلم الفروسية ديالو. Les temps verbaux imparfaits, voilà présent, il y a un peu de passé simple bien sûr. Figure de style, comparaison, antithèse, personnification. Voilà, أول أكس غركزو عليه, le portrait du jeune Oluf. يعني تحول ديال le portrait ديالو moral et physique. أول حاجة, son comportement est paradoxal. يعني السلوكات ديالو هي متناقضة, يعني بقى هو يعني في الطفولة ديالو كان paradoxal, منو إلي paradoxal. Il est né sous une double ascendance. يعني غيتزاد, يعني هو نيت غيبقى نيت في لا دوبل اسوندونس, صافي دي غتبقى عنده ايطوال فيرت ايطوال روج ميم سي وهو يعني جون. دونك مانو الي جون ولا شاب شارمون جذاب فور قوي, يعني ولا فارس كوراجو شجاع. فوالا الي est très adroit à tous les exercices. يعني فوالا يعني هنا يعني ولا كيتقن جميع يعني التمارين ديال الفروسيه. لاخ فوالا هنا يعني الرمح لو دريساج دي شوفو, يعني ولا كيروض الاحصنه. فوالا ندوزو لو كوراج دوليف. دونك هنا غنطرحو اسئله واجوبه. او فوليت فوالا او فوليب او فوليتي
فوالا او فولي بارتيغ اور لو فيلم بيمشي فواغ سا بيان ايمي يعني مشى يشوف لا بيان ايمي ديالو اسكو سون ايكوي ايتي داكور بوركوا واش معلم الفرنسيه ديالو قال ليه غير سير خرج صافي ركب على الفارس وسير قولك هنا هو غادي يمنعو نون باسكو نيجي بوكو لان كانت ثلج كثير اي لي بوا ايتي دونجورو فوالا يعني الغابه كانت خطيره اي لي افي دي زانيمو فيروس وكاين حيوانات مفترسه وغيعرض راسو للخطر. Est-ce qu'Oluf avait peur de ces endroits, de la neige et des animaux? Je vois qu'il y a des gens qui ont fait le travail. Non, c'est parce qu'il est courageux. Qu'est-ce qu'il montre dans le texte? Oluf ne connaît pas la terreur. C'est la phrase que vous avez dit. Oluf ne sait pas le خوف, je sais que la neige atteindre. Voilà, il ne sait pas le خوف ou le rêve. Donc un instinctage, Oluf avait un rendez-vous avec sa bien-aimée, un rendez-vous, malgré la neige et les dangers qu'il existe dans la forêt. Yani, malgré le jour, malgré les dangers qui peuvent être dans la forêt, Oluf était courageux et a décidé, a décidé d'aller voir la fille qu'il aime. Yani, quand je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Le mystère de ses conquêtes. Voilà. Donc là, Oluf avait beaucoup de... يعني هنا فين كيتجلى السر ديال هاد الصراعات اللي كيعيش. Oluf avait beaucoup de relations, avait beaucoup de relations avec les femmes. Elle les attire. Voilà. يعني كيعجب les femmes. هو عنده بزاف ديال العلاقات دار بزاف مع العلاقات مع les femmes. Il est infidèle. Il abandonne. يعني هو غير وفي. يعني كيريح شوية كيمشي بدون سبب نظرا للكاركتير ديالو. Délaisse vite les femmes. كيخلي أي علاقة بالزربة. نظرا لأنه هو versatile. فيه étoile rouge, étoile verte. Il est incapable de rendre une femme heureuse. يعني هو غير قادر باش أنه يرد شي مرة سعيدة. Il est incapable. Voilà. Les femmes sont présentées comme des victimes, victimes d'Oluf. Donc les عيالات هنا مقدمين comme des victimes, يعني ضحايا, ضحايا ديال Oluf, comme des êtres endormis dans leur cercueil. Voilà. Il est comme un terrain refoulé par deux lutteurs. Voilà. هو بحال شي تيران اللي مضاربين عليه, voilà, juste ديال المتنافسين de lutteurs tiraillés entre le bien et le mal. Voilà, يعني هو مجبد, يعني ح يعني بحال قلتي القلب ديالو tiraillé, يعني مجبد بين جوج ديال les étoiles, le bien et le mal. Ce qui attire, voilà, à cette histoire un ton fantastique et tragique à la fois. يعني الشيء اللي كيخلي هاد الاستوار هادي كيكون فيها لو فانتاستيك et le tragique à la fois. Oluf doit donc vaincre son double. يعني ما بقى عنده إلا أنه يتغلب على le double ديالو. Voilà le comportement d'Oluf avec les femmes. تعامل ديال Oluf مع les femmes. Donc هنا Oluf هنا غنطرحوا أسئلة وأجوبة. Que ressent Oluf pour les femmes? باش كيحس Oluf تجاه les femmes? باش يعني مره باش أنه مثلا يمشي يتزوج بشي مرة. Parfois la haine. بعض المرات voilà كتكون واحد يعني واحد الرابور ديال الكراهية avec les femmes. Voilà. كيل اون ايتي لا كوز, شنو السبب اللي خلاه مره يكون شغوف مره يكون يعني يكره انه يعني يدير علاقه مع امراه؟ طونطو لي طوال فيرت لومبورتي طونطو لي طوال روج. فوالا لان مره هنا كتكون لي طوال فيرت هي اللي كتحكم في الامور, مره لي طوال روج اي كون لي طوال روج لومبورتي. وملي كتحكم فيه لي طوال روج صافي دير لو دوبل ديالو كور دو فلام دون دي بواترين دو برونز. فوالا Voilà, Oluf avait deux opinions sur les femmes. Oluf, يعني عنده جوج تاع الاراء على les femmes. Quand l'étoile verte l'emportait, elle les décrivait positivement. يعني كيوصفهم بطريقه زوينه, تيهضر على les femmes بطريقه زوينه. Quand l'étoile rouge l'emportait, elle les décrivait négativement. كيوصفهم بطريقه اللي هي خايبه. هنا اخر حاجه غنطرقوا ليها هي دونك هنا سي 6 باردون المحور السادس ماشي الخامس. فوالا دونك هنا pardon, c'est le محور الخامس عفوا. Donc هنا la condition de Brenda, un amour conditionné. يعني الشرط اللي غتعطيه بريندا وبالتالي واحد الحب اللي فيه واحد لا كونديسيون ان امور كونديسيوني. دون سو باساج اوليف ا ديسيدي دو فواياجي بور الي ا ان رونديفو دامور. يعني قرر يسافر باش يمشي لواحد الرونديفو دامور. يل فا رونكونتري سا بيانيمي لا شاتلين بريندا, يتلاقى لا بيانيمي ديالو اللي هي بريندا. En effet, c'était un voyage particulier en passant par l'étrange forêt. كان واحد السفر اللي هو خاص وهو كيدوز من واحد الغابة اللي هي كثيفة وغريبة où les rochers affectent des formes monstrueuses. يعني الحجر كيخلع où se trouvent des fleurs bizarres. فيه واحد النوع ديال الورود اللي هما غريبة. نحن هنا في عالم الفانتاستيك. Oluf a beaucoup tardé.
اوليف غادي تعطل بزاف مي زونفان اي لاغيف ا ديستيناسيون ولكن في الاخر غادي يوصل شي لا شاتلين فوالا بريندا كي لا كويي شالوروزمون لي غات زوينه فوالا اي لو يا دوموندي pourquoi es-tu venu et est-il venu à son rendez-vous voilà d'amour avec son compagnon قالت لي علاش جيتي مع لو كومبانيون ديالك علاش انت جاي مع 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 الصديق ديالك لو شوفالي ا ليطوال روج Ainsi, elle lui recommande de se débarrasser du spectre s'il veut qu'elle réponde à ses propos d'amour. قلت لي الا بغيتي نجاوبك ونقبل لك الحب ديالك اللي ولا غيكون متوج بالزواج خاصك تخلص من لو سبيكتر يعني الشبح يعني لي طوال غوج هو بطبيعة الحال ما غاديش يفهم فوالا وفي الاخر غادي يحل المشكل اوليف صون لا فور مي كونتون يعني اوليف غادي يمشي خيبه امل اون ديسيدون دو كومباتر لو شوفالي ا ليطوال روج قال غادي خاصني نقتل هذا لو شوفالي هذا ا ليطوال روج دونك انا نتمنى تكونوا استفدتوا بزاف في هاد لا فيديو هادي ميرسي بور فوتر اتونسيون نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته